فقرتنا هلا مع اخصائيه النطق واللغه صفاء. كيفك يا صفاء؟ اهلا، كيفك؟ اليوم بدك تعلمينا عن اللعب المعرفي الكوجنيتيف بلاي. يس. شو هو الكوجنيتيف بلاي؟ الكوجنيتيف بلاي هو بالضبط اللعب المعرفي، يعني قديش الطفل بيقدر يوحي لنا انه فاهم مفاهيم مش اجتماعيه، مش مفاهيم لغويه، مفاهيم اكاديميه ممكن تكون مفاهيم بصريه، ممكن تكون مفاهيم لها دخل بالفيزيكال فيتشرز زي مثلا حجم، بالانس، وزن، يعني كثير اشياء مثل هيك. أوكي. يعني مثلا فاهم شو يعني وزن، فاهم شو يعني مثلا حجم، مساحة. مين اكبر مين اصغر، مساحه، بالانس، مين فوق مين تحت، كيف بدها تمسك اللعبه. هلا رح تسالني ليش انا بحكي فيه وانا اخصائيه نطق ولغه؟ مزبوط، دائما بسالك هذا السؤال. هلا السؤال انه دائما احسكم بتتدخلوا بكل شيء. لا، احنا مش بنتدخل بكل شيء. مهارات اللغويه بدها مهارات معرفيه عاليه. صحيح. فكل ما الطفل بتطور معرفيا بتثري لغته. بالضبط. فهذا شيء كثير مهم. طبعا شايفين اكثر من مثال، مثلا هون مثلا هذا ممكن يتخيل انه عم ببني قلعه، فهو بده يكون كثير حريص من فوق ومن تحت وترتيب الالوان وتصفيف الاشياء. هلا ممكن واحنا بنلعب نتعلم الوانها، ممكن نتعلم اشكالها، ممكن نتعلم حجمها، مثلا انه هاي لها شكل او لها خلينا نقول مساحه بالفراغ مختلفه عن هاي، هدول مثلا فوق بعض او هدول جنب بعض، حسب كل وحده لها لعبه. مثلا يعني انت بدك تلعبي مع الطفل بتقولي له هاي فوق هاي تحت. يس. او مين يحط فوق، او مثلا احنا مرات نعمل بنعلمه انه يعمل كوبينج، ينقل. يس. انه شايف صوره وبده يعمل زيها. يعني مثلا بتقولي له هاي كبير هذا صغير. yes. فهيك بتقوي لغته انه يفهم اول شيء شو يعني كبير، شو يعني شو صغير، يعني صغير مثلاً. شو يعني فوق، شو يعني تحت، وشو يعني ورا، وشو يعني جنب. او مرات نحن ممكن نعملها مثلا زي قلعه او زي بيت ونتخيل انه نحن وراها او نحن قدامها او نحن تحتها او نحن فوقها. فهي الاشياء بتعلمها طبعا باللعب كثير. تذكري زمان افتحي يا سمسم هنا هناك هنا هناك انا هناك. yes. وانا انت انا هنا. فكان yes. كانت حلوه كثير، كان تعلمنا منها هذا البرنامج جدا جدا. yes. جدا تعلمنا منه كثير كثير اشياء. مثلا في شيء كثير انا بحب اتعلمه، مثلا هذيك الكره ممكن اعلم الاولاد منها الكونسبت تبع البريفنج، تبع انه ياخذ نفس. في كثير اولاد بيحكوا بسرعه او مثلا ممكن بتأتئوا او ممكن ما عندهم مشاكل بالنفس، انا بعلمه هيك خذ نفس سيب النفس. حلو. فهذا الشيء سهل لانها بتعطي فيدباك بصري. خذ النفس سيب النفس هيك مثلا، خذ النفس بكبر و... بصغر بيطلعوا بصغر، هيك بعرف كبير انه شيء كبير شيء صغير، شيء كبير وشيء صغير. فدائما لازم يكون في شيء بيجذب انتباه الطفل عشان يطور ادراكه المعرفي. هلا هون كمان يمكن بتعلميهم الاشكال. يس. هذا سورتينج بالضبط، بيضاوي صحيح، هيك بتعلم الاشكال منها. يس. حتى بتعلم الفراغ انه انا بحطها بهذا الفراغ مش بهذاك الفراغ، انه كل فراغ وايش الشكل المناسب لل بالضبط. وفي كثير امثله اصلا ببيئه الطفل بالاشياء اللي كثير ممكن تثري بيئه الطفل او معرفه الطفل. القصص طبعا، احنا طبعا كل عمر له قصصه، قصص معينه. يس. كل عمر له قصصه. انا كثير بحب القصص اللي مش مكتوب فيها لانه احنا بنضطر نحن يعني اللي اكثرها صور زي اهل. بصير نحكي مع الطفل اكثر، احنا بنحاول نتخيل السيناريو معين والطفل بتخيل معنا. طبعا مين ورا مين جوا مين تحت مين متخبي وين الشغله، بصير يدور عليها وين تعلم وين كيف ليش. صفاء، هاي مناسبه من اي اعمار نبلش؟ يعني مثلا خلينا نحكي انا شخصيا هاي الاشياء هاي وهاي وهاي، مثلا ممكن ابلش من عمر السنه ونص. هاي اللعبة صعبة، فممكن يتعلموها الأطفال من عمر خلينا نحكي بعد السنتين ونص. بس أنا مثلاً بلاحظ دائماً إذا اللعبة قطعها كبيرة تقدر تعطيها للولد بأي عمر، لأنه عمر لأنه ما بأكلهاش، ما بيأكلها. أوكي. هاي مثلاً للعمر يس الأكبر. يسي بعمل بالانس أو بعمل هون بخبي الأشياء، بخبي بمكان. الأشياء بعرفوها. وفيها يتعلم مسمياتهم وأحجامهم، مين طويل مين قصير كمان. حلو حلو حلو. في كتير أشياء. شكراً كتير صفاء. العفو. فقرة كتير ممتعة والألعاب اللي جبتيها كتير حلوة، وأنا متأكد الجميع استفاد منها. شكراً كتير، ومنتابع فقرات الأطباء السبعة.